عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم قناة عالم المعرفة والطب. إذا كانت دي أول مرة تشوف القناة يا ريت تشترك فعلا في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. نبدأ كده بالصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي شوية مواضيع هي أنا هلمها بسرعة، أنا دايما بحاول أختصر عشان ما أضيعش وقت حضراتكم. الأول هوريكم الصورة الجميلة ديت. أول أمس كان الكابتن محمود الخطيب في زيارة محمود متولي بعد ما أجرى جراحة الرباط الصليبي ربنا يشفيه، وكان الملاحظ في الموضوع إن كان موجود أحمد فتحي بصفته كابتن الفريق. ده قمة التعامل باحترافية مع لاعب المفروض إنه مضى بره النادي الأهلي وممكن ما يكونش مع النادي الأهلي الفترة الجاية. بس تخيلوا حضراتكم الرقي، شايفين الرقي والكابتن محمود الخطيب ماسك بايده المحلول للعيب في النادي الاهلي، شايفين وجود احمد فتحي نفسه قمه الاحترافيه والرقي، كلها حاجات بتدلل لك ما من هو النادي الاهلي وما هو النادي الاهلي. هتكلم بقى عن حاجه مهمه جدا بس ليه عتاب للاستاذ عبد الناصر زيدان. في حاجات كتيره في حلقات عبد الناصر زيدان مش هتكلم عنها، بس انا هتكلم تحديدا عن نقطة واحدة بس. هو استضاف الأخ اللي كان ليه مكالمة مع حسام عاشور ومش هقول اسمه، وهو طبعا شخص بلا علم بلا ثقافة مستغل كل المواضيع ان هو يبتز الناس، واضح من كلامه. حتى حسام عاشور المسكين نفسه يعني بعتبر حسام عاشور في موقف لا يحسد عليه، واحد خسر كل شيء ومحدش يقول لي ده كان لعيب كورة وكان بيكسب. في ناس يا جماعة بتستسلم نفسها على اللي بيخش لها، يعني ممكن يكون حسام عاشور حاليا، أنا ده مش تعاطف مع حسام عاشور، حسام عاشور بالنسبة للأهلاوية صفحة وانطوت ومش عايزين نفتحها تاني. أنا بتكلم عن الشخص اللي استضافه عبد الناصر زيدان، وحتى هو أنا دخلت أشوفه كده على اليوتيوب إيه اللي قاله عشان عبد الناصر زيدان يستضيفه في مكالمة تليفونية، وكان الولد بيحاول يجمل صورته وبيحاول يجمل صورة شخص تاني. فالسؤال الصعب من عبد الناصر، انت مستضيفه عشان يجمل صورته هو ولا عشان يجمل صورة الشخص التاني اللي احنا كلنا كمصريين وكأهلوية شاكين انه سبب لكل الاحداث اللي بتحصل لنا؟ ده السؤال اللي انا بوجهه للاستاذ عبد الناصر زيدان. بس انت ليه مستضيف شخص ليس له قيمة، مجرد عيل بيشتم بالفلوس، شتم الأهل وإدارة الأهل لما دفع له فلوس، رجع تاني دلوقتي بيحاول يتقرب لمجلس إدارة الأهلي، شغال هو بالفلوس، كان شوية مع حسام عاشور، لما حسام عاشور ما قبضش حاجة أو قبض ما ادالوش، فحضرتك بتستضيف تلك الشخصية ليه؟ يعني أنا ده السؤال اللي بوجهه للأستاذ المحترم الإعلامي الكبير الأستاذ عبد الناصر زيدان. أرجو إن حد يوصل له كلامي، أنا بقول أهو في فيديو ومش همسحه، ويوصل له تساؤلاتي. من المقصود بالمكالمة دي؟ المقصود بيها تبييض وجه من؟ أما بالنسبة لحسام عاشور فهو خسر كل حاجة، والراجل اصلا عمل فيها يعني انه مسافر بره ومش هيطول منه حاجه، هو خلاص استغل حسام عاشور استغله وخلاص في انه انتوا فاهمين حضراتكم. حسام عاشور مش هياخد منه حاجه تاني عشان تكونوا عارفين، ده هياخد منه ماتش اعتزال، وانا اهو وانت اهو وانا اهو وانت اهو، انه حسام عاشور مش هياخد منه حاجه تاني. الراجل ده على صفحته ناس كتيره بتتمنى بتقول له احنا وادرس حالتنا، هو بيدي في الشو وفي التخطيطات في دماغه بس عشان تعرفوا الحقيقه ازاي. ما علينا، نتكلم بقى نبدا برضو ادام اتكلمنا عن الاستاذ عبد الناصر زيدان وعلى القنوات. رجاء لكل القنوات يا ريت يا جماعه تراعوا ربنا شويه في عناوين الفيديوهات. في قناه هو في واحد هو شاب انا لقيته صغير
بس هو مسمى نفسه دكتور، بيقولوا لي يا دكتور، وهو بعد كده قال ان انا خريج علوم وكده، دايما العناوين بتاعته مناخير فايرر، ودان سيد شعر ما اعرفش مين، يكتب كده عناوين كتيره، وعامل صورته كده لعيب كوره عامل ايده كده، كاتب عنوان غريب جدا. اتفقنا او اختلفنا مع الشخصيه مش لازم نكتب عناوين كاذبه. اي ليه؟ اكرامي جمهور الاهلي جاحد ورمضان صبحي على حق. في ناس ما بتقراش العناوين. ده بيفكرني بزمان كان في صحافه اسمها الصحافه الصفراء، كان يكتب لك ايه؟ ظبط راقصه مشهوره في شقه مفروشه، وحاطط صوره مثلا رقصه مشهوره، مش هنقول اسامي عشان ما يزعلوش مننا، رقصه مشهوره خالص. تخش تقرا الخبر تلاقي ان الخبر متفبلك، رقاصه جايبين اسمها من اي حته، وان كانت امنيتها انها تبقى زي الرقاصه اللي هو حاطط صورتها. الناس اشترت الجورنال ودخلت تشوف الرقاصه الكبيره اللي صورتها محطوطه دي مثلا. يعني انا مش بدافع عن الرقاصات، انا بقول نوعيه الاخبار. طيب اللي اشترى وقرا الخبر فهم، لكن في واحد وهو ماشي، في ناس كده تقف على الدرج كده تقرا عناوين، مش انت تسببت انه فهم ان اللي انت حاطط صورتها دي انها اتمسكت في شقه هينطبع في دماغه كده، مش انت كده ظلمته؟ فانت لما حطيت عنوان بتاع اكرام اللي هيخش، ممكن لو انت قايل الحقيقه جوه الفيديو بتاعك هيفهم الحقيقه، اللي بس مجرد هيقرا عنوان الفيديو هيجي له انطباع ان اكرامي قال الكلام ده. والحقيقه ان اكرامي امبارح في مداخله مع شوبير، الراجل صدقناه او كذبناه لكن ما تقالش الكلام اللي في العنوان ده. اكرامي امبارح اقسم بالله ان لا يعرف جوز بنته ايه قراراته، ولا ان جوز بنته هيروح الاهلي ولا هيروح بيراميدز، وما بيتكلمش، بيخجل ان يتكلم معاه، لان دي امور ماديه تخص جوز بنته وتخص بنته. وقال ان حتى بنته لو عارفه ما بتقولوش. هو قال طبعا بنتي ما تعرفش، لكن احمد شوبير زنى وقال هو في واحد فينا ما مراته ما تعرفش عنه حاجه، فهو قال حتى لو عارفه مش هتقول لي. وقال ان انا حتى شريف اكرامي ابني لما جه يروح بيراميدز انا ما اعرفش. طب لو كان سالك يا كابتن اكرامي ده السؤال لشوبير والحلقه موجوده، قال له لو كان سالني هقول له اقعد في الاهلي. فيبقى فين بقى الكلام يا اخ يا اللي كاتب اكرامي قال ان جمهور الاهلي جاحد؟ ده بالعكس، الراجل اتكلم كويس جدا واتكلم عن الاهلي، والاهلي بيتي والاهلي صنع تاريخنا واحنا ما مالناش غير الاهلي. الراجل اتكلم، اتفقنا او اختلفنا مع اللي حصل مع من رمضان صبحي، وقد يكون شريف عشان صديق رمضان اتفقنا، لكن اكرامي الكبير قال كلام كويس، ما قالش جمهور الاهلي جاحد، ما قالش ان رمضان صبحي على حق. فالناس تراعي ربنا كويس في العناوين اللي بتكتبها عشان ما تسقش لحد، لان في الاخر دي بيوت وناس واكل عيش. واكرامي رمز من رموز الاهلي، جيل السبعينات ده هو حاليا اللي قائد المسيره، ناس بتسلم ناس، ناس بتسلم ناس، فبالتالي الجيل ده هو اللي قائد مسيره الاهلي. واكرام من الجيل ده، واكرامي كان ليه تاريخ مع الاهلي وليه تاريخ مع الخطيب. فليه الايقاعات؟ اذا كان حصل خطا من فرد من الاسره مش لازم نرمي على الاسره كلها. امبارح تامر دونجا ده شخص انا كنت بشوفه دايما على تويتر عمال يهاجم الاهلي، امبارح خد المكافاه وظهر على قناه الزمالك. هو ده اي واحد عايز يقدم ويظهر في قناه الزمالك يظهر بس على تويتر كده، يقعد يقول كلمتين ويقعد يشتم في الاهلي ويغلط في محمود الخطيب هيجيبوه. طب انا مثلا، طب دلوقتي انا قناتي دي هل ممكن يظهروني؟ لا، انا لان انا بهاجمهم طول الفتره اللي فاتت، فمش مش هيدخلوني قناه الاهلي. ان شاء الله يوم السبت بكره نتمنى فوز كبير وعريض للاهلي رغم الظروف الصعبه اللي بيمر بيها الاهلي، بس لعيبه الاهلي رجاله والموجود هيسد ان شاء الله. وفايلر مدرب قوي ومدرب فاهم، وباذن الله باذن الله ان احنا هنفوز، لان اقصى ما عملوا معاه كارترون في ماتش السوبر انه لعب دفاعي، لكن ده ماتش محتاج انه يفوز، فمش هيلعب دفاعي، فبالتالي ان شاء الله ربنا يسهل والاهلي يفوز. هنيجي نتكلم عن امبارح كان مرتضى منصور استضاف باقي عادتين الشوكي،
وطبعا قناة الزمالك قعدت بقى هي الحكاية دي اللي شغالين عليها، وازاي هو محمد رجب متطرف قوي في حبه لمرتضى منصور، لدرجة انه شبهه بالرئيس السيسي. قال هو مش السيسي قبل كده لقى ست وبتبيع ما اعرفش ايه، راح جاب لها عربية سوزوكي. طب ما هو مرتضى منصور زي السيسي، فاحنا برضه اهو بنقول اهو، واحنا بنحب نهدي النفوس انه مرتضى منصور بيقول ان زيه زي الرئيس السيسي. وقال ان قبل كده شاف واحد بتاع بطاطا ومظهر شغالين في بتوع العربيات كلهم، بتاع بطاطا ماشي، بتاع تين ماشي، وقال برضه دخل وساعده وهيجيب له مكان جوه نادي الزمالك. مرتضى متطرف برضه قال ان اللي يعني التطرف الاكبر، وده برضه حته كده برضه احنا يعني بنحب نخدم، يعني نحب نخدم مع مرتضى منصور ونقول له ان هو بيقول بيعتبر نفسه مصر، لان الناس هو محمد رجب بيقول ان الناس اللي بيهاجموه هم مش بيهاجموا مرتضى منصور، هم بيهاجموا مصر في شخصيه مرتضى منصور، لان مرتضى منصور هو المدافع الاول عن مصر. تخيلوا حضراتكم ان مرتضى منصور هو مصر ومصر هو مرتضى منصور، زي ما معتبر نفسه ان هو الزمالك والزمالك هو، وان اللي بيغلط في الزمالك بيبقى بيغلط في مرتضى منصور. الفيديو اللي انا شفته على قناة الزمالك اتضح انه مختلف تماما عن الفيديو الحقيقي اللي حصل في مجلس الشعب او في مجلس النواب. انا متعود، انا راجل قديم متعود على كلمة مجلس الشعب، فدايما بقول لكم مجلس الشعب. لما شفت الفيديو اللي على قناة نادي الزمالك اتضح انهم شايلين حاجات كتيرة جدا، منهم الكلام المحترم للواء سعيد طعيمة. سعيد طعيمة قال احنا مش عارفين نمشي في الشارع، وان احنا مش هنكون في المجلس الفترة الجاية لو سكتنا عن رفع الحصانة عن مرتضى. والغريب ان مرتضى منصور شتمه في المجلس بدون رد من رئيس مجلس النواب. يعني ادي واحد من النواب بيشتم نائب لمجرد انهم بيتكلموا في جلسه بيتناقشوا فيها في رفع الحصانه عنه، فكان رد عليه بالشتايم. ولكن اللي هو سعيد طعيمه راجل مهذب وراجل محترم وراجل قانون ما ردش عليه، نفس اللي عمله النائب احمد طنطاوي. فده بيفند المزاعم اللي قالتها اللي بتقولها قناه الزمالك ان هو اللي طلب سؤاله واستجوابه. هو ما طلبش، كان في غضب شديد جدا من النواب، وكان نواب كتير جدا عايزين يرفعوا الحصانه، ولكن كان الاجراء من اللجنه التشريعيه او من رئيس المجلس النواب الدكتور علي عبد العال ان يبقى الموضوع عباره عن فخ، زي ما قلت لحضراتكم في الفيديو اللي فات، ان هو هيستدرج لاقصى اقواله، لكن هو اصبح تحت سلطة النيابة حسب الرأي القانوني اللي جبت لحضراتكم في الحلقة اللي فاتت، ان في رأي قانوني بيقول ان مفيش رفع حصانة جزئي، ان يا رفع حصانة يا ما رفعش حصانة، وانه طالما وقع دخل من باب النيابة اصبح تحت سلطة النيابة تحقق معاه، تحبسه، تقدمه للمحاكمة، كل الاجراءات القانونيه ممكن تتاخد ضده. فبالتالي احنا في انتظار ان فعلا تتاخد اجراءات قانونيه قويه بعد شتم مصر كلها، ووقتها هتبقى الحصانه اتاخدت، هيتحقق في بقيه القضايا، لان هو اللي بيتاخد عليه الاستجواب قضيه واحده اللي هي القضيه بتاعه صب مصر في النادي، لان هو عايز يبرأ صحته اللي هو بيقوله ان الفيديو مفبرك. فنتمنى ان النيابه العامه تعمل فحص للصوت وتاكد، لانهم هم في قناه الزمالك عمالين يتكلموا عن قصه الصوت، وان في شركات بتعمل الصوت، وما اظنش ان ممكن شركه تعمل الصوت بالدقه انه يبقى زي صوت مرتضى منصور. وهو نفسه اعترف وقال ان في جزء من الصوت اللي هي كلمه ما فيهاش رجاله دي كانت 2012، وناس كتيرة من حضراتكم نبهوني قالوا له سنة 2012 كان في كهرباء ولا كان محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي؟ فطبعا هو بيتنفس كذب. فنتمنى ان يكون في اجراء كويس، واتمنى ان شاء الله انا بكره اقابلكم باذن الله في حلقه الصبح، واحتمال كبير اقابلكم في حلقه بالليل واحنا فرحانين بعد ماتش الاهلي.
دعواتكم ان شاء الله، لان ماتشات الاهلي والزمالك ما بيكونش ليها مقاييس، وخصوصا ان الاهلي بيمر بحاله سيئه من اصابات وايقافات ومشاكل حوالين الفريق، ولكن باذن الله باذن الله هنفوز وهنحتفل غدا ان شاء الله. اشكر حضراتكم واتمنى ان اشوفكم بكل خير وسعاده، ويا ريت لو كنت عجبك الفيديو تعمله مشاركة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وتعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.